انا السريع شفرت الجلطه انا الذهب ديال الوليده كامله شفرته، ومن بعد جيت انا نتضامن معاكم بيه. ما يمكنش انه السريع طيح في مشكل قد الخلا، وخصوصا الفرقع. الفرقع الا ما كلاش راه مشكله كحله، راه الا ما كلاش الفرقع راه غادي ياكلنا حنايا. وصراحه انا من هذا الفيديو هذا انا جيت كنت نتضامن معاكم، وكان اعلن التضامن ديالي معاكم، وكذلك كنتمنى ان من المتابعين حتى هما يتضامنوا معايا. انا جبت لكم الجالوغ ديال الوالده كامله، غادي مات انا الذهب ديال الوالده كامله غادي نتبيعوه، وهذا هو اللي غادي يسدد لكم النفقات ديالكم. ولكن قبل ما ندخلوا الفيديو لازم علينا ان نشكروا المتابعين ونشكروا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، وكذلك الاخلاص ديالكم للقناه. كذلك ما نساوش خواتنا الجزائريين، رانا نحبوكم من الحدادة للحدادة. وكذلك ما نساوش خوتنا المغاربه وكل الامه الاسلاميه وكاع الناس اللي راهم كيتفرجوا فينا. غير هو ما تنساوش انكم تدعموا اخوكم ايوب باللايكات، ديروا لنا اللايكات وبارطاجيو معكم هذا الفيديو فضلا وليس امرا منا. ني تشوفوا هذه البواله هذه بلا ان ايوب كيتضامن مع ايوب اللي قلت لي بلا انه ما مربيش، ها هو اليوم طلع انه مربي. ها هو اليوم طلع انه مربي وشاف الرجال غادي اتم الدم ديال الوالده ديالو كامله شافر وجيبها يتضامن معكم. واش كاين شي تربيه كثر من هانكا؟ ما يمكنش نخليوك انت في الازمه هذه، وخصوصا هذاك المفرقع ديال البيتوتي هذاك لما كلاش راه مشكل. هذاك هذيك لما كلاش راه خاف ياكلنا ولا ياكل هذاك سهاد ولا الزقه اللي عامد الزقه هذه قالي عامد تمايا. راك ليا قبل ما ندخل التفاصيل والحسيه ديال هذا الفيديو، كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو معكم هذا الفيديو هذا فضلا وليس امرا. وكذلك ما تنساوش انكم ديروا لنا اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم بخصوص الموضوع. اكيد انكم عارفكم بانكم متسائلين على هاد العيبات هادي، ورانا دولينا الكورونا عباد الله. ورانا دولينا الكورونا عباد الله، مع هذا هو الناس كتزيد تنمي في الذكاء ديالها، وهادو كيزيدوا ينوضوا لينا يثبتوا لينا في الذكاء ديالهم. انا من كثرة هاد التحرميات وهاد الشيء اللي كيديروا فيه هاد المفرقع وهاد السريع البواله، من كثرة الشيء اللي كيديروا فيه والله الا نهضر هي الكورونا. يعني شوف وليت مكلخ لواحد الدرجه ما كتصورش، عرفتي كنت ذكي ذكي وليت مكلخ لواحد الدرجه ما كتصورش. ما علينا، اليوم انا جيت كنضامن في الفيديو هذا كنجي كنضامن مع السريعه. شوف ما تحيديش الذهب ديالك، ردي لك الذهب ديالك ردي. ها هو انا شفرت هذه ديال الوالده كامله شفرتهم. الجالوق اي جالوق ديال الوالده جبتها اي جالوق ديال الوالده جبتها منايا، وانا كنضامن معاكم. وهادو راه تبارك الله راه وازنين، راه يجيبوا لكم شي حاجه سمعتي ولا لا؟ جيبوا لكم شي حاجه باش ما تقولوش بانه حنا راه مخلينكم وكذا وهادي وهادي. حنا راه معاكم، حنا متماسكات سمعتي ولا لا؟ حنا تماسكات هنايا من جديد تماسكين معايا زي. يا ربي يا ربي يا ربي. على العموم انا كنضامن مع كنضامن مع البواله هانتي، تقولي بعدا راه ما كنضامنش معاك. ولكن راه ما جيت ضامنت معاك حتى نادو ليا الكرون. شي كون ما نادوش ليا الكرون كدا ما غادي نضامن معاك. مسقوط هاد البوال هادي هو انت راه اش غادي يقولك؟ ترى وجهها صحيحة والله ما عندي علاش تمرك بالله ولا عندي علاش تحشم بالله. مازال انه خارجة وكنت منطح فينا، ومازال انه خارجة وكنت خرج فينا دوك العين وكنت لحبت لينا وهنا وهادي والذهب ديالي ها هو، وبقيتو مقوسين عليه ها هو، وبقيتو حاضرينكم ما بقيناش حاضرينكم راه دابا جبدي. بقيت حاضرين وها الذهب زعما بغيت تمو هنا بالذهب جبدي زعما هذاك الذهب جبدي. لا 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 جبدي لينا الكونت ديال البنك سمعتي ولا لا؟ جبدي لينا الكونت ديال البنك ونعرفو شنو اللي كاين فيه تمايا، باش ماشي نوضو لينا الكرون ديال بصح هنايا. واش فهمتيني ولا لا؟ حنا راه لنا ماشي هذوك اللي سرحهم وداك النهاج اللي سرحهم عندهم الكرون اللي طلعتي وكتقوليها ليهم هنايا. لا حبيبتي لا، حنايا ما عندناش هنايا الكرون هنايا، حنا ماشي بحال القنوات الاخرين، حنايا عندنا المصداقية هنايا فهمتيني الحبيبة ديالي ولا لا؟ سمعتيني يا المسخة الشيطان على بابك، حنا عندنا المصداقية هنايا. قالت لك بلي انه القناه، انه فعلا انه القناه شفرت ليهم، ولا حول ولا قوه الا بالله، هذا اللي شفر ليهم القناه. سبحان من خلق، سبحان من خلق، شفرت ليهم القناه وخارجين بهم. سبحان سبحان من خلق. عرفتي اش قالت لي الشفار؟ قالت لي الله يبارك في العق، مشينا عندو كذا بغى يقاد لينا القناه ودالينا القناه بغى الله ياخذ في العق. وراه ما كاينش شي شفار قدكم نتوما، يا شفار هي تاديك تشلاه بيا، يا اللي ما عندكم لا نفس لا ملا ولا دين، جايين دوزوا علينا الدكيكه. واش نتوما كتسحبونا عندنا الكرون هنايا؟ وها قولوا لي واش نتوما كتسحبونا عندنا الكرون هنايا؟ واش كتسحبونا شنو شنو؟
باش كتحبونا قاطعين بحال دوك القاطعين الاخرين اللي كيخرجوا هرنطوا ليكم، هذوك هما اللي كبروا لكم الشان، سمعتي؟ هذوك هما اللي كبروا لكم الشان، اما كون ما كانوش هادو كانت القضيه غادي تدوز بيس لاف، سمعتي ولا لا؟ بيس لاف وكل شيء غادي، ولكن خرجوا هذوك الممسخات، خرجت هذيك الممسخات هي اللي عندها قانون اللي دابا هي لعد ولا ترشم فيهم. ريحي وزكي صافي ريحي، ما حنا ما محتاجينكش، حنا ما محتاجينكش باش انك تخرجي وتضربيهم وتبينيهم على الحق، حنا اصلا بيناهم على الحقيقه ديالهم، سمعتي؟ حنا بيناهم وحنا اللي بيناهم، اما انتيا راك انتيا كانيشه ديالهم كيتحركوا فيك كما بغاو، سمعتي ولا لا؟ كيلعبوا فيك كما بغاو، راه خرجوا البارح وقال لك بلي انك تجي واحده من اوروبا وتجي تتحكم فينا حنايا من القاع الاخرى، في هادي يكفيك، سمعتي ولا لا؟ هادي يكفيك، اما باش تخرجي دابا وتبدا تسبي فيهم وتقولي لا راه كيكذبوا، راه حنا اللي كنخرجوا سباقين كنقول لكم بلي انه شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين وشنو كاين، حنا سباقين، سمعتي ولا لا؟ يعني ماشي نتوما الممسخين، راك ليا الرجل البواله، البواله قالت لك بلي انه القناه تشفرات، ومرا النوبه الاولى قالت لك فاش كان انه خارجين في المطعم تما وناشطين وقالت لك، قالت لك زعما كانوا كيصاحبوا القناه بلي انها تماسكات، زعما راه دخلات بريفي هي في العواد تقول لي راه دخلات بريفي ولا داروها بريفي، قالت لهم تماسكات، ما عرفتش منين جاب جات تماسكات، ما عرفتش جاب الموضوع، ما عرفتش، انا اللي تفرج في الفيديو ولا اللي باقي ما تفرجش فيه راه غادي تلقاوه في اول تعليق متبد، دخلوا تفرجوا فيه قناه اسره مغربيه رقم جوج، منين جابت التماسكات ما عرفتش، الله اعلم، هي في العوض تقول لها دارت لها داروا لها اخفاء ولا كيديروا، قالت لها التماسكات، التماسكات هذه ما عرفتها منين جات، هي باش فعل باش قوداتها، قالت لك بلي انه راه القضيه راه فيها الفاعل، وملي القضيه فيها الفاعل فين هو الفاعل هذا؟ فين هو الفاعل هذا؟ ها قولي لي فين هو الفاعل هذا؟ مش غادي ندوزو بزاف ديال الامور، ملي هي القضيه فيها الفاعل، واش ما خرجوش ديكلاريتو بهاد السيد؟ يلا خرجوا ديكلاريو بهاد السيد، يلا خرجوا ديروا شكايه بهاد السيد، ما يمكنش انه شي واحد يدير لك القناه وانت ما تنعس في دار غفلون صافي، السلام عليكم السلام السلام ديتي القناه، اي لاف يو، ياك عادي بحال ما كاين، تما الفاس وعاد كتحزقها حزقها في الكوزينه كتخرج تجاوب عليها، هذا دير القناه ما جاش تخرج دير، هذيك النهار الزروه يدور ما كانش كلمه خرجتي بالك عليه، هاك امك هاك امك، او انت دابا هاك امك دوز علينا الدكاكه، والله امك اللي دوزتيها علينا، سمعتي ولا لا؟ قالت هذا شاك فيه، هذا المفرقع هذا شي هذه القضيه دابا اللي خرج هو دابا كذب واحد الكذبه وتيقها هو، دابا هو متيق واحد الكذبه، كذب واحد الكذبه ومتيقها ومشى ماشي في هذيك الكذبه، خرج لينا ديك البواله وقالت لك تاهي ماشيه معايا على نفس السيستم، زعما راه القناه راه فعلا انها تشفرات، شاد خونا رمان هادو 100% هاد القناه ديالو هادي هي دابا باغي يطلق هذيك المراه، باغي يطلقها اللي هي سعاد، باغي يطلقها وفي نفس الوقت باش انها ما تصور منه والو، هذيك القناه تشفرات لي يعني راه مبقاش صافي مشات، ولكن هو عند بالو بانه مريقل انا جيكم، ولكن غادي تشد في واحد القضيه فهمتوني، ولكن هو دابا راه المشكل دابا هاد القضيه هادي هي اللي فين كاين فيها المشكل، دابا هو ملي غادي يبغي يطلق وكذا غضرب لي في الاملاك ديالو، راه نشوفوا لي الاملاك ديالو كذا، غادي يقول لك بانه القناه ديالو بانه راه تسدات، فهمتي ولا لا؟ ملي غادي نجيو للعيبه ديال القناه غادي يقول لك القناه ديال تسدات، ولكن حنا ما كتهمناش القضيه ديال القناه قد ما كيهمنا شحال عندك تمايا في الكونت ديال البنكه، يعني ولا شحال عندك في الرصيد ديالك، وهذه هي الحاله اولا القضيه اللي كيحاولوا انهم يجلوجونا عليها بانه السيد راه ما عندوش ولا غارق في شيكات وعنده كريديات وكذا، وانا كنصل دابا وانا كندير هادي وانا كنضامن معاه زعما باش تخلينا زعما حنا ما نقول، ولكن يا الممسخي البواله هذا راه مخرج الفلوس ديالو من البنكه 100% مادام انه شرى الحانوت بهذيك بدك كذا 40 وشاري الدار الفوق تاعي بكذا 40 يعني خسر واحد 90 مليون، وهو بالعظم ديال اللسان ديالو بالعظم ديال اللسان ديالو قال بلي انه هو راه عنده 100 مليون وحده اخرى، الا شرى المحل ب 90 مليون راه عنده 100 مليون، راه لقيت التسجيل راه غادي ندوزو ليكم هنايا وتسمعوا تعطي. المهم ان هاد السيده هادي خرجات كتبكي وكتشكي وكتقول بلي انه هو ما عندوش جات تعلق طلق خرا وبدات كطيح ديك زعما كتعصب في ديك الدميعات ديالها دايره بحال الطوبه كتعصب في ديك الدميعات ديالها، انا عندي انا نعطيه انا نفعل ما نترك معاه، احنا بقينا على الحديده، قالت لك احنا بقينا على الحديده، دابا بقيتي على الحديده يا ديالها بقيتي على الحديده يا ودي،
باز ليكم باز. اش ولد البارح كنتي كتقولي بلي انه راه كتب لك شي كهربايا وانك يمكن لك تشري بي اي حاجه وتخرجي اي حاجه من البنكه. دابا شنو دارو ديرو عاد ملي تدخل خديجه ربعني تدخل الكونت ديالهم ديك الساعه باش غادي تشوف التحويلات الماليه اللي راهم دايرو فهمتوني؟ علاش غادي نشوفوا التحويلات الماليه اللي راهم دايرو؟ لانه دابا يقدر يجي يخرج الفلوس ديالو بحال اليوم مثلا يخرج النص الغد اللي يخرج النص او بوك زعما داكشي اللي باقي عنده واش يمشي يدير هو يمشي يخزنهم في دار امو فهمتي؟ يمشي يخزنهم في دار امو باش نهار يجي يتحاسبوا معاه ولا نهار يمشي يتعاقل ولا شي حاجه ما يوقعش ليه حجز على الفلوس ديالو. فهمتوا البروغرام اللي باغي يدير؟ يعني ما باغيش يوقع في ديك القضيه ديال انه يديروا ليه حجز على الممتلكات ديالو على شحال عنده في الكونت كذا، وحتى فاش يجي في القضيه ديال الطلاق انه يحيدوا ليه النسبه وكذا. واش فهمت؟ يعني باغي يبقى هذا السيد هذا باغي يبين الناس بلي انه انا وليت على الدص، وهذه هي الكلمه اللي كانت سريعه بلي انه حنايا ولينا على الدص زعما راه ما عندنا والو. بغاو يوصلوا من هذه الخطوه هذه بغاو يوصلوا للناس بلي انه حنا راه ما عندنا حتى شي فلوس. فهمتي؟ بلي انه حنا ما بقاش عندنا شي فلوس. علاش؟ لانه الناس شافوهم بلي انه راه عندهم الملايين وعرفوهم بلي انه عندهم الملايين، دونك هما ولاو مجبرين انهم يخرجوا بهذه القضيه هذه باش في نفس الوقت انهم يمروا مغالطات للناس ويقولوا لهم بلي انه حنا راه ولات مقوده علينا. واش جاب قناه انها مشات ولات مقوده عليكم؟ ويلي انت زعما هاد الخلاص ديال هاد الشهر هذا هو اللي كنتو معولين عليه نتوما، هاد الخلاص هذا ديال الشهر هو اللي كنتو معولين عليه نتوما. زعما الفلوس اللي كاينين في البنكه فين هما؟ خرجوا لينا الكون ديال البنكه، ورينا الكون ديال البنكه، ورينا التحويلات اللي درتو، ورينا التحويلات اللي درتو. مكبت هاد السيد هذا مكبت فسميتو، ومخرج لينا هاد الممسخه هادي، هاد العاقيس هادي اللي ما عندهاش من النفس، سمعتي ولا لا؟ قلت لك راه عنده شي كريدي ديال الشيك. اش من كريدي ديال الشيك عنده؟ ها اش من كريدي ديال الشيك عنده؟ بيني لينا ونعرفوا شكون هو هذا اللي مكريدي ما عندوش شيك. بغينا نعرفوا شكون هو هذا اللي مكريدي ما عندوش شيك، وعلاش كريده هذا الشيك هذا؟ فهمتيني؟ ماشي زعما انا غادي نخرج غادي نقول للناس راني كل شيكات وراني كل كريديات باش يبداو يتعاونوا معايا، وانا ما عندي حتى شي واحد. هنا كنتسمى بحال كنضحك على الناس، كنستحمر الناس، ويقدر انه يمشي يجيب لك شيك من واحد اخر ويقولك بلي انه هذا السيد هذا راه هو اللي كيتسالني عليا، شاد عليا شيك، شاد عليا كذا. يعني هاد الناس هادو توقع منهم اي حاجه، ولكن الحاجه المهمه اللي بغيت نوضح عليها واننا لا ندوخ. سمعتي؟ احنا لا ندوخ، نعرفوا شكون هو المجرم الحقيقي، ونعرفوا شكون هو المغتصب الحقيقي، هذه لا مفر منها. اما بالنسبه لهاد القضيه هذه اللي كيدير فيها فكونوا على يقين بلي انه بغى يبين الناس بلي انه راه ما بقاش عنده شي فلوس، وهو عنده اللي تحرق ما يتم، عنده اللي تحرق ما يتم. كذاب منافق بحلاز، الله يلعن لكم الطاسيله، شوهتو بينو وخليتو الناس ضحك علينا هنايا. تريكه ديال السعايه والطلابي هادي هادي قالت لك خايبه. بقينا على الحديده، نتوما تبقاو على الحديده، نتوما داكشي اللي عندكم نتوما راه تبقاو عايشين بيه حتى تموتوا. شتو داكشي اللي عندكم تبقاو عايشين بيه حتى تموتوا. اكيدنا هنا شوف هادو شنو كيديروا بالمشاهدات، وشوف شحال عندهم ديال المشاهدات، والناس كيتفرجوا في الاخر كيقولك بقينا على الحديده، في الاخر كيقولك ما عندنا والو. ايوا واش غنقولوا حنايا؟ يلا اش غادي نقولوا حنايا للناس؟ باز ما عندكمش علاش، ما عندكمش علاش تمرقوا. تركي ديال السعايه وتركي ديال النصابين، بركه ما تخرجوا وتضحكوا على الناس، وبركه ما تستحمروا الناس. اما بالنسبه لديك القضيه ديال بدوز الدكاك على خديجه الروكاني وزعما راه ما بقيناش وهادي، وانا يلا عندي قناه واحده اخرى ويسالي مثلا هذاك الحكم ويسالي مثلا هذه المسائل هذه وعاود يخرجها وكذا، ولكن هادشي هذا لا فلت من هادشي كاياتي لانهم مسطالي. وشحال قدك تجري وشحال قدك تخبي، سمعتي ولا لا؟ شحال قدك تجري وشحال قدك تخبي. اما بالنسبه لذاك الذهب اللي وريتي لينا وذاك الجالوغ اللي وريتي لينا، هذاك الشيء غير سيري قولي سيري استحمل شي واحد هي شداتو. واش مشات دارت لي حيداتو من هنا مع سالات الفيديو عاودت رداتو. دابا من اي فيديو غادي تعود تصور ما غاديش تبقاو تلقاوها لابسين هذاك الذهب ديالها، سمعتي ولا لا؟ ما غاديش تلقاوها لابسه هذاك الذهب، لان علاش؟ دابا صافي حيداتو.
غادي تقول لكم بلي انه كاين باش الناس يصيفطوا ليها، حيت دابا اللي كيشوفك يقول لك نشوف السيد الذهب اللي عنده وانا ما عنديش. راه فين انا؟ راه كاين كوانب خلينا لينا حنا اللي يتعاونوا معنا، كيمشيو يتعاونوا مع مساخيط الوالدين، وكيتعاونوا مع العاقات، ويتعاونوا مع البيدوفيليين والعائله ديال البيدوفيليين. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه، كذلك انكم تفعلوا زر الجرس باش انا يصلكم كل جديد. فضلا وليس امرا ديروا بالكم، لان حنايا راه ما نايضينش لينا الكورونا هنا باش يجيو يضحكوا علينا ويجيو بدا يستحمروا فينا، بل بالعكس حنا اذكياء. سمعتوا لينا حنا اذكياء، كنموت عليكم وكنتسطا عليكم. ما تنساوش انكم تخليونا اللايكات ديالكم، التعليق ديالكم بخصوص الموضوع، ونضرب لكم موعد لحق ان شاء الله فيديو جديد. كنموت عليكم.